حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعيش اليوم معكم النصيحة 23 في هذه السلسلة المباركة لحفظ القرآن الكريم، أو كيف تهيئ نفسك لحفظ القرآن. حقيقة هذه النصائح أيها الأحبة مهمة جدا لتهيئة النفس لعملية الحفظ. لماذا نجد أن شخص يحفظ القرآن بسهولة وشخص آخر يبذل الكثير من المحاولات ويفشل؟ ما هو السبب؟ السبب ببساطة أن الإنسان عندما يضع أمامه هدفا ويدرك فوائد هذا الهدف، نجده يعمل بجد ونشاط وسعادة أكثر بكثير من ذلك الشخص الذي لا يدرك أهمية العمل الذي يقوم به أو الذي سيحققه. إذن أيها الأحبة، حفظ القرآن سوف يمنحك الكثير والكثير من الفوائد. دعوني أبدأ معكم بتغيير شامل لحياتك على مستوى السمع والبصر وحتى الصوت. لغتك العربية سوف تصبح أقوى بكثير عندما تحفظ كلام الله. عندما تضع كلام الله تعالى في صدرك، فأنت تضع أكبر موسوعة في الكون في هذا القلب. والله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فقلبك ينبغي أن تفتحه أمام القرآن. إذا لم تفتح قلبك وتضع هذا القرآن فيه، ستعيش حياة كئيبة تعيسة، وأسوأ لحظة ستكون لحظة الموت. بالنسبة لحافظ القرآن، أسعد لحظة هي لحظة الموت، لأنه يعلم أن بعد هذه اللحظة ستنتهي الهموم والمشاكل والأحزان والظلم والفقر والمرض والألم والحزن والخوف، كل شيء سينتهي. ستبدأ مرحلة جديدة مليئة بنور القرآن. من الأشياء التي تساعدك على القراءة لفترات طويلة دون ملل أن تقرأ القرآن بصوت حسن. الله أمرنا بذلك أيها الأحبة. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ويقول أيضا: حسنوا أصواتكم بالقرآن. أنا ينبغي أن أحسن صوتي من خلال قراءة القرآن. الإكثار من قراءة القرآن تجلي الصوت، يصبح صوتك أكثر نقاء، أكثر عذوبة، يصبح أهدأ. هناك سبحان الله أشخاص لهم صوت مزعج هكذا، يعني تعود من خلال بيئته، من خلال الأحداث التي مرت به، طريقة تربيته، يمكن أن يحسن صوته كثيرا بالقرآن. القرآن أيها الأحبة يعطيك هدوء. أنا أقول لكم، يعني خذوا هذا المثال، النموذج العملي أمامكم. من خلال قراءتي وحبي للقرآن، أنا أحيانا أستمع للقرآن يعني على مدى 24 ساعة، وهذا طبعا خلال سنوات طويلة. هذا الأمر أثر حتى على صوتي، الهدوء النفسي، حتى بحة الصوت والهدوء والتأني، وأشعر أن الكلمة ينبغي أن أدرسها جيدا قبل أن ألقيها. القرآن يعلمك هذا أخي الحبيب. كثير منا يقول: أنا فلتت مني زلة لسان، أخطأت بهذه الكلمة، ندمت على هذه الكلمة، وهكذا. الذي يحفظ القرآن ويتقن تدبره ويفهم ما فيه، نادرا ما يزل لسانه. لماذا؟ لأنه ضبط وبرمج دماغه وقلبه على تعاليم القرآن. لذلك أيها الأحبة، يعني
ترتيل القرآن أيضا بصوت عذب وأن تتغنى بالقرآن هذا أمر مطلوب ويساعدك على الاستمرار، يعني أن تقرأ بترتيل أو تجويد وتراعي أحكام التجويد، تراعي هذه الأحكام حرف الألف، اللام، الراء، الميم، النون. هناك مواضع يجب إظهار النون أو إخفاؤها أو إقلاب يعني قلبها إلى ميم أو إدغام أو كذا، هذه الأحكام يجب أن تراعي، وهذه ليس من الضروري أن تدرسها، الأفضل أن تتعلمها عن طريق الاستماع ثم تدرسها. يعني أولا غذي دماغك بالاستماع الكثير للقرآن، واقرأ كثيرا، حاول أن تقلد، فالقراءة بصوت مرتفع قليلا وبتجويد الصوت أو ترتيله تجعلك تحس بحلاوة التلاوة، تشعر بلذة حفظ القرآن. حاول أن تقلد أحكام التجويد كما تسمعها من المقرئ، حاول أن تركز انتباهك في كل كلمة تسمعها وتعيش معها وتحلق بخيالك وتسبح بين معاني الآيات. اللغة العربية التي أتكلم بها معكم الآن أيها الأحبة، وبفضل الله هذا الهدوء والوضوح أنا اكتسبته من القرآن فقط وليس من أي شيء آخر، وهو مكسب شخصي، لم أتعلمه على يد أحد ولم أخذ نصائح من أحد، فقط كثرة الاستماع والخشوع والتدبر والتأمل والتفكر، وهناك شيء أهم من كل هذا، الإخلاص. سأذكر لكم أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على ما يبدو أنه حديث عهد بالإسلام، وليس لديه ذلك الذكاء ليستوعب تعاليم الإسلام، فقال يا رسول الله أوصني ولا تكثر لأحفظ، يعني يريد كلمتين ثلاث كلمات يحفظهم ويرجع إلى قومه. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا، لخص له الدين كله ببضع كلمات. طبعا اليوم لو ذهبت إلى دار الإفتاء مثلا سيقول لك علم التوحيد وأركان الصلاة وفرائض الصلاة ومبطلات الصلاة والوضوء وكذا وكذا وكذا، مجلدات. النبي لخص كل هذا الكلام وهو قد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. قال عدوا معي، أخلص دينك لله يكفك العمل القليل، ست كلمات. أخلص دينك أي عبادتك، الأوامر التي أمرك الله بها، إذا قرأت القرآن أخلص، إذا صليت أخلص، إذا حتى عندما تمتنع عن الحرام امتنع من أجل الله وليس من أجل الناس. أخلص دينك لله يكفك العمل القليل، سبحان الله، كلمة واحدة هي الإخلاص. لذلك أعظم يعني سورة، طبعا بعد سورة الفاتحة في القرآن، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، سميت سورة الإخلاص، مع العلم أن كلمة الإخلاص لم تذكر فيها. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يذكر فيها الإخلاص، ولكن سميت الإخلاص لأن فيها التوحيد الخالص لله عز وجل. وليقول لك إن أهم عمل تقوم به هو الإخلاص، فإذا كنت مخلصا في حفظك للقرآن تريد وجه الله، ثق تماما سيسهل الله عليك حفظ القرآن وسيرزقك حفظ القرآن بأهون سبب. وهذا ما حدث معي حقيقة، يعني
أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على حفظ كلامه العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.